ولمزيد متابعه مستجدات الوضع الوبائي يحضر معنا في الاستوديو رئيس اللجنه العلميه لمجابهه جائحه كورونا محمد الهادي الوسلاتي. اهلا بك، قراءتكم للوضع الوبائي اليوم، اين تتجه الامور؟ الوضع الوبائي الحق احنا في بالنا بعد افريل وقت اللي صعد بالكدا الارقام وبدات الشيء ينقص شويه، ونقول لك اللي كل الاجراءات اللي اتخذت في رمضان وحتى في العيد كان عندها انعكاس باهي، ولكن في اخر الشهر هذاك وبالاخص في العيد فما عباد اللي ما فهموش قديش التهاون، يعني ما تعاونوش باش نزيدوا نطيحوا في الارقام، وانت كما شفت توا حاليا الارقام قاعدوا في مستوى مرتفع، وهذايا لازمنا اليوم وعي كبير منا بكل، راهو الحل في الدين التوانسه بكل، الحل ما فماش حد عنده عصا ذهبيه باش يوقف الكورونا وحده، لازمنا بكلنا نفهموا اللي كل جيست حاجه سهله، نلبسوا هالكمامه وقت اللي ندخل العطار، لويش نلصق غيري؟ وقت اللي باش نقضي في المرشي، انا نحب نحكي على الحاجات اللي نعيشهم يوميا. نعم. يوميا انا راه كعبه طماط مزيان باه ماذا بيا ناخذ، هي اذا اللي قبلي خذاها شنو هي المشكله، وسيرتو بالكورونا خليه يهز سي تري امبورتون، حاجه هامه برشا نفهموا اللي في يدنا الحل، ما اي قرارات باش ناخذوهم اذا التونسي هو ما يكونش الفاعل واعي. نعم. وفاعل، انا نحب فاعل، خلينا خاطر كيف نحكي وعي، يقول لك التونسي ما عندوش وعي، لا لا، التونسي ما شاء الله عليه ذكي، انا نحب بلادي ونحب التوانسه، اما نحبهم يوريوها الذكاء اللي عندهم يطبقوه، خلينا نخرجوا منها، خلي يجينا سيف هذا نتفرهدوا فيه، وقت نقول نتفرهدوا فيه بشويه، مانيش باش نرجعوا عروسات كما قبل. بالنسبه لفصل الصيف. لازم نردوا بالنا. والاجواء المعهوده من افراح، تجمعات، موسم سياحي، كيف يجب التعامل مع هذا الوباء وسط ظرف وبائي استثنائي؟ يعني كيف يجب التعامل قبل مع فترة الصيف؟ للسيف. هالمده اللي قدامنا لازمنا العباد ترجع، ما يكونش حكايه خوف، انا هذه الحاجه اللي مقلقتني. الارقام تطلع والقرارات تصعب شويه، جمعه العباد تلبس كمامات، خاصه مع فتره الامتحانات دكتور. مش معقول اليوم عندنا باش ننجحوا امتحانات كما قلت انت، عندنا اولادنا راه ما ننساوش باش نفرحوا باولادنا، هي اذا نحبوا نفرحوا باولادنا نحتاتوا، نمشي للعطار لازم نلبس الكمامه، مش هي حاجه مش خاطر نعرفوا العطار، انا بالعكس العطار شكون يعرف؟ ينجم يكون واحد على 100 مريض وهو ما في بالوش بروحه، مش ماهيش نيه فاسده من عبد معين ما يعرفش على روحه يجيب الكورونا، دونك كيف نحتاتوا هكا نخليو هالايامات يعني هلومة. اهميه ارتداء الكمامه، الكمامه والغسلين اليدين والبعد الواش انا شادد الصف في انقاذ حياتك. نعم. راهو حاجه هي مش هي لازمها من بعد الكورونا لازم نقعدوا هكا، انا فما حاجه باش نحكي عليها خاطر عجبتني في بياع عند بياع غذاء كان الخبز محطوط البر وقت الكورونا حطوا من تالي ويمدوا في الشكاره، هذا ماذا بيا يقعد من بعد الكورونا. نعم. راهو حاجه سامبل ما تسوى حد شيء، ما فيهاش ما نصرفوا حد حتى شيء. وسائل النقل، الاكتظاظ في وسائل النقل وعديده هي كم في حتى بلاد حتى في فرنسا لو مترو سي لو مترو معبي فيه العباد، اما العباد لابسين الكمامه. نعم. مش نطلع في البوس في. نعم. ولا في الكار ولا في المترو ولا في الترينو ونبدا اهميه معبي. يعني الالتزام بالاجراءات الوقائيه. أيوه. باش نزيد نقول لك حاجه. نعم. مره مشيت مع ضيق الوقت دكتور نظري، لا لا فما حاجه هامه، ريت واحد في معرض دخلت باش نشوف كيفاش العباد عاملين، وقت اللي الشخص جا باش يكلم الحريف نحى الكمامة باش يكلموا، أتعز حاجة نعملوها. نعم. فهمتني؟ حاجات بسيطة. بسيطة. لازمنا. نعم. ننجحوا الصيف الجاي، أما باش ننجحوا خاطر إذا باش نستقبلوا شوية من السياح، إذا باش نستقبلوا المواطنين اللي جايين من الخارج، نوفروا لهم جو، والحاجة اللي بها الفايدة هذيك اللمات الكبار، لا حتى في الصيف هذا
نزيدوا ما يسالش سيف اخر نشدوا روحنا واللي يحب يعمل فيشته عام جاي نعملوها الفيشته السنه نعمل عرس ضريف وعام جاي بما انك نلم رئيس اللجنه العلميه دكتور هل تتجه هل ربما تتجه اللجنه العلميه نحو قرارات جديده حسب تطور الوضع الوبائي انا واللي باش يعملوا التونسي في الجمعتين الجايين اذا التونسي عاوننا ونبداو نحسنوا نوليو نراو السيف بصفه اخرى اما اذا باش نخليو نكونوا متهاونين مسيبين الدنيا ربما شو فوز اسير يدنا على قلبنا في اللجنه العلميه مش شيء هذا نعم بخصوص التلقيح وما ادراك ما التلقيح ومع تقدم الحمله الوطنيه للتلقيح اليوم المواطن يتساءل عند تلقيه للجرعتين هل هو محمي من العدوى هل أن التلقيح يمكن أن يمنع من وصول المتلقي للتلقيح إلى وضعية حرجة أثناء إصابته بالفيروس يعني اليوم المواطن يتساءل هو تو الشيء اللي نعرفوه اللي ديجا التلقيح تحمينا من حتى لو فرضنا جي سلالة أخرى ولا حاجة تحمينا باش نصيرنا حاجة مخطرة الشيء قاعد يتطور والعلم قاعد نثبته العدوى اسكو انا كملقح حامل ولا لا فما امكانيه ظريفه خاطر فما امكانيه ظريفه لازمني هاني ملقح نقعد نعمل اجراءات الوقايه كامله نعم وبربي على حكايه التلقيح ناكد اذا التوانسه يسمعوا فيا في الخارج حكينا برشا معاهم في رمضان وكل شيء بربي لقحوا 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 واللي عندكم عباد تعرفوهم دوروا عليهم كلموهم بالتليفونات بالواتساب اللي تحبوا وطلبوا منهم نعم يلقحوا. نعم أكدت على ضرورة التلقيح مشاهدين الكرام ضرورة التسجيل في عملية التلقيح والالتزام بالإجراءات الوقائية لنمر بصيف آمن بإذن الله شكرا جزيلا لك رئيس اللجنة العلمية لمجابهة جائحة كورونا محمد الهادي الوسلاتي.